السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سوف نشرح كيفية حذف الجذر المربع من المقام. إذا عندنا جوج ديال الحالات، الحالة الأولى ملي كيكون عندنا عدد في المقام، والحالة الثانية ملي كيكون عندنا مجموع أو مجموع عددين أو فرق عددين. إذا ناخذ الحالة الأولى ملي كيكون عندنا عدد واحد في المقام، 3 على جذر 5 مثلا. في هذه الحالة كنضرب في المقام، كنضرب في ذاك الجذر. إذا عندنا 3 على جذر 5، إذا غادي نضرب البسط والمقام في الأعداد جذر 5. إذا عندنا 3 جذر 5، وفي المقام عندنا جذر 5 مضروب في جذر 5، إذا هي جذر 5 أس اثنان. إذا 3 جذر 5 وجذر 5 أس اثنان يساوي 5. إذا نحن حيدنا الجذر من المقام. في الحالة الثانية عندنا 2 على 3 جذر 7. إذا أنا اللي داير لي المشكل هو جذر 7، ماشي 3، وبالتالي 3 ما غنهتمش به. إذا فقط جذر 7، إذا غنضرب في جذر 7 في البسط وفي المقام. إذا 2 في جذر 7 على 3 جذر 7 مضروبة في جذر 7. إذا دائما العدد اللي ضربته في المقام كنضربه كذلك في البسط. إذا 2 مضروبة في جذر 7 راه هي 2 جذر 7، و 3 جذر 7 في جذر 7 راه هي 3 في جذر 7 في جذر 7. إذا هي 3 في جذر 7 أس اثنان. إذا 2 جذر 7 على 3 مضروبة جذر 7 أس اثنان تساوي 7. إذا 3 في 7. إذا 2 جذر 7 على 21. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ما كيكون عندنا في المقام مجموع أو جداء عددين. إذا في هذه الحالة كنضرب في ما يسمى بالمرافق. إذا بشكل عام المرافق ديال A زائد B هو A ناقص B. يعني اللي كانت عندنا مجموع عددين A زائد B في المقام كنضرب في A ناقص B، والمرافق ديال A ناقص B هو A زائد B. ناخذ مثال تطبيقي باش تفهموا مزيان هذه العمليه. اذا حنا عندنا في المقام جذر 2 زائد 3، اذا المرافق ديالها هي جذر 2 ناقص 3. اذا كنضرب في المرافق في البسط وفي المقام. اذا كنضربه في جذر 2 ناقص 3، وكذلك جذر 2 زائد 3 مضروبه في جذر 2 ناقص 3. إذا ودابا غنحاولو نبسطو هاد الكتابة هادي. إذا في البسط غادي ننشر، عندنا 3 في جذر 2 هي 3 جذر 2، و 3 مضروبة في ناقص 3 هي ناقص 9. في المقام شنو عندي؟ عندي متطابقة هامة على شكل أ ناقص بي مضروبة في أ زائد بي، وهاد المتطابقة الهامة راه كتساوي أ مربع ناقص بي مربع. إذا غنطبق المتطابقة الهامة، إذا أ مربع في هذه الحالة راه هي جذر 2 أس 2 ناقص 3 أس 2. من بعد غنحاولو نبسطو هاد الكتابة هذه. إذا البسط عندنا 3 جذر 2 ناقص 9، جذر 2 أس 2 راه هي 2، و 3 أس 2 تساوي 9. إذن 3 جذر 2 ناقص 9، 2 ناقص 9 راه هي ناقص 7. ناقص ممكن نطلعها البسط، إذن ممكن نكتب هاد الكتابة على شكل 7، وناقص لا طلعت لهنا راه ممكن نكتبها على الشكل هذا، ناقص 3 جذر 2 ناقص 9. أو إلا طلعنا ناقص الفوق كتكون ناقص العدد كامل، أي ناقص 3 جذر 2 زائد 9، لأن ناقص كندخل على العدد كتغير الإشارة ديال الحدود. إذا ناقص هاد التعبير هذا كامل على 7. بطبيعة الحال اللي خليتها بهذا الشكل هذا راه الكتابة صحيحة. نشوفوا دابا الحالة الموالية عندنا فيها فرق عددين.
خمسة على جذر ثلاثة ناقص جذر اثنان. إذا المرافق ديال جذر ثلاثة ناقص جذر اثنان هو جذر ثلاثة زائد جذر اثنان. إذا كنضرب في المرافق، إذا جذر ثلاثة زائد جذر اثنان على جذر ثلاثة ناقص جذر اثنان مضروبة في جذر ثلاثة زائد جذر اثنان. إذا نفس العدد اللي ضربت فيه في المقام غنضرب فيه في البسط. إذا نبسطوا الكتابة، إذا نشرو في البسط عندنا خمسة مضروبة في جذر ثلاثة هي خمسة جذر ثلاثة، زائد خمسة مضروبة في جذر جوج هي خمسة جذر اثنان. في المقام عندنا متطابقة هامة، دائما كتكون عندي متطابقة هامة لأن كنضرب أ زائد ب في أ ناقص ب. إذا هاد المتطابقة هامة كما قلنا غتعطينا هي أ مربع ناقص ب مربع، أي جذر ثلاثة أس اثنان ناقص جذر اثنان أس اثنان. إذا نبسط هذه الكتابة، خمسة جذر ثلاثة زائد خمسة جذر اثنان على جذر ثلاثة أس اثنان هي ثلاثة، وجذر اثنان أس اثنان كتعطينا اثنان. إذا خمسة جذر ثلاثة زائد خمسة جذر اثنان، ثلاثة ناقص اثنان كتساوي واحد. إذا واحد العدد قسمته على واحد راه ما غاديش يتغير، إذا النتيجة هي خمسة جذر ثلاثة زائد خمسة جذر اثنان.